No. They're all still the door. ابن حلال ابن حلال ابو سمير بقول لها اجي عارف قولي عارف لازم يجي بقول لها اجي عارف على البلد ولا تم تفتح الباب لسه تعال جنبي بس اوكي كيف حال بطنا يعني انا لسه هلا كنت عم بقولها بشوي انا كيف بدي احكي ب management skills لا very professional people already they are successful the work بس مع هيك we can brainstorm together لا عسلات الجميع يعني كنا very successful people ونحن اليوم عم نحكي شوية leadership يعني الروتري خصص حتى عامل له مانيول اللي هو leadership development لاحظوا انه في ناس they're very good capable بشغلهم لكن maybe they lack some skills هاي skills عم بتأثر على الشغل جوات النادي واحدة منهم اللي هي building consensus do we know what we're talking about مين بيحب يقولنا what's the consensus اجماع شو علاقة اتفاق anyway اوكي بالضبط نحن اذا بدنا نحكي بالضبط يعني نحن الكونسنسس عم نقول اللي هو ايش انه building something اشتغل على solving problem شيل conflict resolution حتى نوصل للبداية لانه نحن عم ندير نادي والنادي من professional people professional people كل واحد ناجح بشغله فما بدنا نحن to start lecturing او to start giving people ideas نحن بدنا الناس يتفقوا مع بعض لمصلحة النادي بالضبط we are finding solution ليش؟ لأنه مجرد ما الكل اتفق ساعتها أي process بالنادي بده يمشي لمصلحة النادي بدون ما يصير والله أنا ما بدي أنا ما بعرف which is happening over there فمعناتها we are leading others to consensus results in a decision which is viable and sustainable how to start حطت على قدام بس How do you think إنه نحن أول شيء لازم نعرف إنه في عندنا مشكلة صح؟ نحدد شو أسباب المشكلة، نحدد شو مين هن اللي كانوا participants اللي كانوا بالمشكلة وراح يكونوا بالحل مزبوط؟ ما بيزبط ما في محل على وزن النار بيطلع أعطينا رأيك بالconsensus بس مش ضروري يكون في مشكلة حتى يكون في إجماع. Exactly. يعني مش على مشكلة يعني. إيجابي مش على إشي. يعني أنا على فكرة مثلاً إنه بدي أعمل بروجكت. لا والله لأنه هذا البروجكت مش أنا اللي طرحته وأنا مشيت فيه فأنا بدي خربه. What's happening all the time للأسف وهذا بيخلينا very weak from deep inside. إذا ما كنا strong enough inside معناته إحنا result later on رح يطلع نتيجة شغل النادي كله غلط. أنا حطيت هنا المين ونز هلا هنا ممكن منحلها بثلاث طرق بخمس طرق حطيت أنا الأوبتيمال وأنا عم جيبها من المانجمنت سكيلز مش عم بحكي بس روتل يعني as you know your work أنا لازم حدد وين المشكلة وحدد مين بيقدر يحلها ونجتمع أهم شيء نتفق على اجتماع مجرد ما قعدنا اجتمعنا صار في برين ستورمينج اللي بده يصرخ على الثاني بيصرخ اللي بده يخانق اللي بده يطلع بفكرة لحد ما نطلع كل المشاكل اللي موجودة أو ننظف هالنوايا إذا كانت whatever positive or negative ما عم بيشر لكن الايديا once we sit together
We clarify things, we can move ahead, we can move forward. إذا وصلنا لقرار واتفقنا ساعتها نحن we can بس هاي اللي عم نعملها نحن why؟ ليش نحن لازم نعمل هاي الشغلات؟ ليش لازم نتفق؟ طب ما أنا عندي بورد وعندي رئيس بيقدر هم ياخذوا القرار وخلص؟ وإذا أقنعته شو بيعمل؟ وإذا أقنعته يبطل خريج؟ 13 لا لا أنا عندنا كونسنسس بس بعدين what's the result of this؟ Where it will lead us? لجنة تنفيذية، لجنة تنفيذية في عندك ستيك هولدرز كل واحد بيجي من ديفرنت باك جراوند من ديفرنت ايديا عم نحكي بالشغل بعدنا فلما نفس الشيء يصير عندنا بالنادي معناتها وير جيتينغ تو ذيس بليس نحن وير جيتينغ انه اوكي طالما اتفقنا اول شيء ضمنت انا انه هيدا الشخص بطل يخرب نكست ستيب بدي بلش هيدا الشخص يساعدني اني امشي المشكلة يساعدني اني اطبق المشروع بس فضائي انه أنا مش بس الفكرة نقعد ونجتمع وخلاص طب ما هو يمكن الناس يعتبروا building consensus كمان إنه والله كنا اتفقنا بس ضل في واحد خريج أو ضل واحد خلاص مش مشكلة يا لعيب هكذا إنه هلا أنا خلاص مش مشكلة نحنا عملنا إجماع ومعناتها أنا I'm just voting في ناس رفع إيدها بس ما رفع إيدها معناتها I didn't succeed I didn't build a consensus فالconsensus لازم الكل يكون راضي هل يمكن ما يكون عندي 20% من الناس راضيين لكن at least عارفة إنه هيدا الشخص ماشي مع المجموعة from here we can proceed ما في أنت كرئيس تقول خلص أنا الرئيس وأنا ربكم العالم ما في أنا عندي board it's used طبعا ما في حدا يقول والله نحن البورد ونحن حرين ما نشتغل إلا ما يرجع بعدين تنعكس الآية سورة الشغل سير الأداء اللي نحن عملناه والتعب والاجتماع كله على البعض فنحن الكونسنسس مهم بالبروفيشن تبعنا مهم بالروتري لأنه بقالنا نحن كنا بروفيشن بيبل وي ار فولنتيرينج ما في حدا جاي لا حدا عم يقبض من شغله ولا حدا مفضي وقته على أساس إنه والله في برستيج من وراها ما في هاي السنة رئيس السنة اللي بعدها عضو قاعد عندي على الكرسي فنحن we're not coming to Rotary to build any prestige. نحن we are the prestige and we're using our prestige in the Rotary. We are investing what we have to serve the community and it's not vice versa. فلازم نكون في اتفاق وما يكون والله أنا الرئيس وأنا بدي قرر أو أنا البورد أنا بدي عشان نتمنى وصلت للنهاية. اللي عم بقوله أنا اللي سألتك يا دكتور إنه ليش أنا I need the consensus. What's the result؟ يعني أنا رح أضمن بعدين definitely ضمان بتصير إنه والله هيدا الشخص رح يصير جزء من الحل مش بس كان هو يطخ على المجموعة أو كان هو يعارض المجموعة أو it was only putting it on عصاية الدولي صار هو معي لأنه اقتنع لأني أنا سمعته يعني فكرة من الكونسنسس إنه أنا أخذ رأيك واستعمله ناقشك فيه يا بتقنعني يا بقنع مش الكونسنسس انه والله يلا ليتس فوت لا الكونسنسس ممكن ياخذ جلسات ممكن الكونسنسس يكون بدنا نقعد نجتمع نقرر هالمشروع قديش بده فات نيدز ماني فلازم نتفق على الصرف ممكن يكون كونسنسس على التايم فريم على الاستراتيجيك بلان بدنا نعمل ماني ثينجز مبدا الكونسنسس بده يطلع فيه فانا حتى اضمن انه الكل ماشي معي وسمعت رأيك ورأيه 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 ووصلنا لنتيجة ساعتها this is building a consensus otherwise نحن عم نشتغل بدون اتفاق حقيقي تمام مظبوط هو يعني انه اسمع رأيك ورأيك ورأيك هذا مش صح بالضبط مش هذا هو يعني بالضبط
احنا فيش تواصل، هذا في ربط بين هاي والمحاضرة اللي قبلها اللي حكيها بشير انه على قصة استراتيجيك بلان، ما دام الكل بده يشارك فيها، كل اعضاء النادي حتى الاعضاء المستقبليين المتوقع يصيروا اعضاء لازم يشاركوا فيها عشان كل الافكار تطلع، وما بصير انه انا بس اسمع اسمع اسمع، لا هم بدهم يشاركوا وهي بدها تكون هي هدفهم وهي افكارهم هي اللي تطبق وتنحط استراتيجيك بلان ونمشي عليها كلنا سواء الرئيس الحالي او السابق او القادم. فبالتالي عشان هيك في استراتيجيك هاي يعني شورت استراتيجيك بلان، بينما هو في الاساس يكون اكثر من هيك بكثير، مينيموم 6 ييرز. فهون هون الكور. What you're saying is the perfect example. جينا بحطينا وعملنا استراتيجيك بلان، بعدين الناس صاروا لا نحن ما بدنا ما سألناه، ساعتها هون انت جوات الاستراتيجيك بلان تعمل البيلدينج كونسنسس اذا صار في مشكله. هلا سوري انت كمل فكرتي بس لا بيلدينج كونسنسس از نوت سمثينج يو دو ات لايك يو دو استراتيجيك بلان. اتس سمثينج اون جوينج. صار في مشكلة يمكن يكون في مشكلة على ريكروتينج سمبدي، يمكن يكون في مشكلة على مشروع وين بدنا نعمله. ماني ماني ايديز. الفكرة من الكونسنسس انه الكل يحط الافكار تبعه، نجيب كل اطراف المعادلة اللي زعلانين اللي راضيين ونتناقش تو برين ستورم نشوف مين معه حق مين معه حق ونطلع بخلاصة. يعني يمكن ونحن عم نعمل استراتيجي بلانينج وي هاف تو هاف كونسنسس مع الناس، نحن عم نعمل ريكروتينج لسمون نعمل كونسنسس. فالكونسنسس از نوت اكشلي واضح. استني دقيقه. According to the membership criteria for Rotary, according it's not just the committee. لا في عندنا لانه انت كوميتي وبعدين يو جيف ات تو اد هي هي عارفه الداف. طب انا عارفه انا بس فقط عم ساين على ات اول ليفلز اتس سكونتينيوس. تفضل. عندي تعليق صغير انا. تفضل. البراكتس هذا اللي هو اذا حصل في كل مره في طرف النادي مع الوقت كل اعضاء النادي بشعروا انه هذا الاسلوب السليم لاتخاذ القرار. يعني اليوم انا مثلا اخذ النادي قرار وانا كنت خارج الاجماع هذا، لكن المره الثانيه النادي اخذ قرار وانا كنت جوا هذا الـ 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 يعني مع هذا القرار، فمع الوقت بصير النادي في عنده كلتشر انه هذه هي الطريقه اللي احنا عمالنا بناخذ قرارات وبالضبط. يعني ما ببطل في شيء اسمه شخصانيه بالموضوع، يعني مش انه في حزب جوا النادي عمال هو بيسيطر على القرارات دائما والباقيين برا. هي زي ما حكى مجرد انك عم تسمع له وتاخذ برايه. هلا يمكن هو يرجع يغير رايه، يكون هو فاهم غلط، يكون فاهم حركه من زميل طنطيشه من زميل ثالث، مرات بتكون اشياء very 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 sensitive and you didn't know about it. بتكون انت عم تطلع على البيج بيكتشر كبريزيدنت وبعدين تلاحظ انه لا في اشياء صغيره صارت. فدورك كمنتر بنرجع بنقول The president is a mentor يا جماعة، مش somebody to work everything on his own. هو mentor هو الكوتش، هو المنتور، هو اللي مسؤول عن هاي المجموعة على أساس إنه يخلي الكل in harmony، الكل متفقين، الكل ماشيين لمصلحة. لأن الموضوع مش نجي نختلف ونعمل أحزاب، نحن أصلاً بدنا نطلع نخدم المجتمع. الأيديا إنه نحن تركين وقتنا، تركين عائلاتنا علشان نقعد نعمل إشي لنفيد المجتمع. فit has to be different angle اللي بنطلع فيه. تفضل. انا كنت بدي اعقب على الكلمه اللي تفضل فيها زميلنا رمزي موضوع انت حكيتيها ان جوين بروسس. انا بظن هي مهم جدا خلق جو عام من الكونسنسس. خلق يعني انه احنا في هالنادي دائما عندنا كونسنسس، دائما عندنا كونسنسس. حلو. بس مع الكالتشر انه اه احنا الجو العام بيقول انه احنا قراراتنا ما تتخذ بشكل فردي، الاعضاء بتفاجئوا فيها، الاعضاء دائما على اطلاع، المشاركه دائما مستمره، وهذا بظن كمان له علاقه بالجو الرسمي اللي هو مثلا الهيئه العامه. يس. كمان عدد المرات اللي بصير فيها اجتماع هيئه عامه او ما تسمى باجتماعات العمل غير الهيئه العامه اللي فيها تصوير، هذه مهمه بخلق الكونسنسس. صح. يعني هي كاداه
كثير مهمة، لأنه أنت دائما معناته الأعضاء دائما عم بيشاركوا بشو النادي عم بيصير فيه وبقراراته. صح. شكرا. معلش حابب أعلق كمان دور أرجع عليها من أول وجديد. الأساس في الموضوع إنه كل النادي لازم يكونوا عارفين البايلوز وتتناقش كلهم مع بعض، أهداف وسياسات النادي بتنكتب في البايلوز تبعت النادي، فبالتالي بيصير في اتفاق جماعي عليها، وبعدين تتناقش كل خطط النادي سنويا والبايلوز تعدل سنويا أصلا أو بأي وقت في إشي اضطراري له. فبالتالي انه فهاي من هون اللي حكاه بشر هو الصح، انه بصير في يعني راي وفي تصور معين لكل اعضاء النادي بدون استثناء، انه الكل مشارك في هاي، وهيك طريق النادي اللي بده يمشي عليها ليوصل الهدف والتارجت تبعه. يعني مثل ما قال رمزي، مثل ما قال بشر، انه كلتشر متاكدت سير. انا لو كنت مسافره وغايبه عن الهيدا ما بيجي بزعل، بقول طب استنوني لاجي، انا عندي راي بصير خلاص عارف. ببعث رايه، ببعث رايه المفروض. لا لا اذا مهتم ببعث رايه مكتوب، اذا بعته له على الايميل، يكون عارف انه اذا بعته على الايميل، اذا بعته على الايميل، بس انا اللي قصدته ببطل في لوم وعتب وانا ما سالوني وانا ما بعرف. سوري هذا الحكي مش راح يزبط عندنا في الروتري، لانه المفروض يكون عارف ويكون الهدف الاجتماع او هدف المناقشه او هدف الشغله. لو سمحتي لا انه هذا الحكي بيكون مكتوب في الاجتماع المطلوب، بيكون في له جدول اعمال، اذا عنده اي راي ومسافر مفروض انه هو اذا عنده الاهتمام ما بيقدر يعترض عليه، لانه بده يكتبه، بده يكتب في الراي حتى لو انه مغادر، ولازم يعلم ايش قرارات لاحقه اللي طلعوا فيها وصار في عليها فوتين، فبالتالي ما في شيء يعترض عليه او لا، لانه هو مشترك فيها. بس نحن فيسينج بروبلمز وعايشينها كلنا، عم بتصير دائما بالانديه، انا ما بعرف، انا ما حضرت، انا يعني هاي طريقه اداره بس خلص وتركنا، نحن بدنا نحكي الواقع. فانا لخصتهم يعني هدول عشان تقروهم، هيدا نفس اللي حكيناه، انه ليش البنفيتس؟ لان انا كان عندي اختلاف وجهات نظر، لانه كلنا بيكم فروم ديفرنت باك جراوندز، كل واحد بيشوف منظوره شكل، بس لما نتفق على وان برسبكتيف ساعتها نحن والبروسيدنج اهيد. نفس الشيء لما بيكون في عندي بروبلمز نفس الستيك هولدرز، كل واحد بيجيب طريقه من الباك جراوند تبعه، فمعناتها انا بوصل لحل اشمل كومبريهنسيف. نفس الوقت صار القرار النا، فلما يكون القرار إلنا ساعتها نحن بدنا ندافع عنه. أنا كنت أول شيء برات المجموعة لأني أنا معترض، بس لما اقتنعت وصرت مع المجموعة فصار القرار كمان قراري، فصرت أنا دافع عنه، كأني صرت أعمل ماركت للقرار للناس اللي نقول مثلا ما كانوا بالاجتماع أو لحدا تاني لقيته معارض ما كان يعني أنا تبنيت فكرة المجموعة. This is happening. Moreover مثل ما قلنا بصير نحن بدنا نطبقه، بصير انا عم بستعجل لانه انا بطلت طرف معارض، صرت انا جزء من الحل، صرت انا عم بتبني الحل. طبعا هذا بيرجع بقوي العلاقه بين الستيك هولدرز، بصير كلنا يد وحده. اخر شيء مثل ما عم نقول صرنا نحن كلتشر بالنادي، صرنا نحن كانه متحدين، وبطل في عندي خلص دائما حدا عم بيعارض. يعني نحن وير فيسينج ات ان ماني كلوبس انه هذا دائما بيعارض بس لاجل المعارضه، يمكن هو عم بيعارض لانه ما حدا عم يسمع له، ف this is his way. فانت كرئيس it's your idea او it's your job انك انت تخلي الكل in harmony at all levels. بدك تعمل خطه عمل، بدك تعمل مشروع، بدك توصل، بدك ان شاء الله يمكن تروح تعمل زياره للوزير عشان توقعوا معه ميموراندوم اندرستاند، ان شاء الله بدك تروح تزور مدرسه عشان تركبوا عند فلاتر مي. في ناس بيقول لك لا ليش هاي المدرسه، بدي مدرسه ثانيه، وات ايفر، يمكن يكون الموضوع كثير بسيط، يمكن يكون على مستوى استراتيجي بلاننج، بس وانس يو بيلد كونسنسس انت بترتاح طول السنه. Good luck. انا موت بالسكن اللي وقف فيه هيك شوي اللي هي مكمل لا لسه عندها تيم ورك. اه انت فعلا تايم مانجمنت.
لا يسيء عن قصدي لا يسيء عن منظره. بابا في نسبة حضور رمزي؟ في نصاب في نصاب نصاب قانوني. صار لهلا طالع 14 واحد. انا عايز اسمعي يعني انا مش في حسن احنا بدون بريباتس يعني قام رئيس قادم فيه ما هو كثير مواضيع بتنحط في نفس اليوم. انا تسمح لي رمزي كثير مواضيع بتنحط ورا بعض وبنفس الوقت يعني متشابكين مع بعض يعني في مواضيع متشابكه كثير مع بعض فيمكن نغير الاسلوب يصير ورك شوب زي ما مرات بنعمل هيك بتكون شوية غير يعني بس كاقتراح انا مثلا انا بأكد اللي عم بحكي لانه اقول لك وين الانكم بريزنت يعني ما في معلش بس هذا ما في التزام من نفس ال هون هون نرجع للكونسنس ديانة تطبيق ثلاثة ايش مشاغب؟ احمد تعال جنبي تعال جنبي حرامات حرامات ما حدش رح يرجع يردي لا بس كل يا زلمه تسجيل طازه لسه طازه تعلم تعلم ليش بدك خليه وات از تي بول خلص انت بلشتي الثاني ما هيش خبصني ما دقت الجرس هلا انك مش مركز هلا احنا غير بدي كونسنسس احنا مش عندنا تيم ورك الشغل كله تيم ورك. طيب. شو أكثر مثال على تيم ورك؟ بالحياة. وين؟ What do you think؟ بالحياة. بالأردن. زواج. partnership. No, it's not تيم ورك. زواج. No. أكثر أقوى أقوى شيء تلاقي جماعة. بيت. No. الصلاة. إخوان المسلمين. ضروري البشر. الصلاة. الجماعة نمل تيم ورك نمل نمل كل الحيوانات بيشتغلوا تيم ورك ما عدا البشر. في الايجو. عم بقطعوا شيء لا هيدا مجموعة النمل عم بحاول اغرقهم بالماء تركي مش قادر اغرقهم